نغني ونوثق لعدد من الأغنيات السودانية في المدارس الفنية المختلفة عبر غناوي وحكاوي. لقاءنا الأسبوع المعتاد على شاشة قناة الشروق. اليوم حنقيف عند واحد من عمالقة الأغنية السودانية، أدهش كل المستمعين والمتابعين لمسيرته الفنية بالشجان وبجمال الصوت وبالقدرة العالية على اختيار الأغنيات والتطريب العالي. عنده عدد كبير جدا من الأغنيات ما زالت مطبوعة على وجدان الشعب السوداني وضد النسيان. اليوم ما حنقيف عند مدرسة الراحل أحمد الجابري بصحبة الضيوف الموجودين معنا داخل استوديو غناوي وحكاوي. مرحبا بك أستاذنا الشاعر والدبلوماسي الكامل عبد الماجد. شكرا جزيلا ومرحبا بك، وأنا سعيد جدا جدا أكون ضيف في برنامج غناوي وحكاوي. نعم. ولا حكاوي وغناوي؟ غناوي وحكاوي. غناوي وحكاوي اسم جميل جدا جدا. وساعات يعني بتكتمل بأنه أكون مع هؤلاء الشباب. أول حاجة يعني زمراوي ده محب لأحمد جابري. نعم. وأنا ذاتي محب شديد لأحمد جابري. كلنا محبين. وجاد بنتنا كمان نسرين. نعم. مغنية رهيبة جدا جدا لأغاني أحمد الجابري. الاثنين ما شاء الله بيغنوا بصوره جميله، واستمتعنا الليله ان شاء الله يعني بصحبتهم حنستمتع اكيد بكل الاغنيات المربوطه. نعم. بوجداننا، وحنتابعها من خلال الحلقه. انا برحب بكم مره ثانيه الفنانه الشابه صاحبه الصوت الاكثر من مميز وجميل نسرين، مرحب بك. اهلين يا اسراء، ومرحب بك ومرحب بتيم العامل وبالقناه الجميله قناه الشروق، وتحديدا برنامج غناوي وحكاوي. نعم. انا مبسوطه اني لاول مره اكون في البرنامج الجميل الناجح. نعم. يعني انا مبسوطه اني انا اكون تحديدا في حلقه توثق للعملاق يعني القامه استاذنا الراحل احمد الجابري. انا فخوره والله اني انا اكون في يعني في توثيق للراحل يعني. نعم. نرحب برضو بمحمد زمراوي، اسمك ارتبط بمدرسة الجابري، نفس الفخامة بطاعة الصوت، طريقة الأداء واختيارك حتى للأغنيات، مرحب بك. شكرا لك، مرحب بك إسراء، مرحب بسهرتنا غناوي وحكاوي. نعم. أنا سعيد جدا أنه أقوم أجي أحضر السهرة دي وأشارك، وسعيد جدا برضو يكون معنا الأستاذ الكبير الشاعر كامل عبد الماجد. نعم. برضو سعيد جدا بنسرين الهندي. أنا برضو والله سعيدة باحتمال السعادة بوجودكم عبر الأثير. سعيد بك أنت يا إسراء. أكيد. شكرا. سعادة شديدة. نعم. ونتمنى أنه تدوم الصحة والعافية إن شاء الله. طيب نبدأ بك أستاذنا كامل، ولما نتكلم عن اسم أحمد الجابري ده اسمه الفني. نعم. حدارين نبدأ بمدخل اسمه الحقيقي. هو اسمه الحقيقي أحمد محمد عبد الله. والجابري يعني اسم جده لأمه، ولأنه كلمة الجابري يعني فنية أكثر أخذ الاسم ده. وهو طبعا زي ما أنت تفضلت يا صاحبي المقدمة فنان، يعني كان عنده مدرسة خاصة يعني هو عنده موهبة في التلحين وفي الأداء. يعني معظم الأغاني يمكن 95% من الأغاني التي يعني رددها، وانا احصيت له انا براي احصيت له 87 اغنيه. ايوه. يعني خلفها من خلفه عندما رحل، ورحل في منتصف حقبه التسعينات. نعم. ويعني الاغاني دي شاركوا ملحن واحد وهو شاعر اسمه عبد الرحمن ريح. أيوة. لحن له من الكم 80 اغنيه دي ثلاثة ولا أربعة، لكن الباقي كلها لحنها براو، لانه كانت عنده موهبه التلحين وموهبة الأداء الفز وموهبة العود. ودي واحدة من الحاجات اللي كانت بتميز. نعم. وحنرجع لها، لكن خلينا نجيف في واحدة من المحطات الغنائية ونبدأ بك يا نسرين، نبدأ بشنو؟ والله طبعا طالما معانا القامة أستاذنا كامل عبد الماجد. نعم. أكيد حنبدأ برايعته سيد الاسم. هي واحدة من الأغنيات اللي قدمت الجابري للناس وعرفتهم أكثر بالفنان الراحل الجابري. نسمع إن شاء الله. نسمع. Thank you.
وانسى العتاب اللي كنت ناوي اقول وارجع منهزي. الدنيا يا ناس تنقسي، الدنيا يا ناس تنقسي، فرحة تملى هوا تزغرت فيها والشوق يرتسي. ارتحنا من ما شفناه و
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا بعد الفاصل. وقبليه ونحن تابعنا سيد الاسم. سيد الاسم هي أغنية جميلة وتكلمنا عنها، لكن خلينا نرجع مرة تانية لواحدة من المحطات المهمة في حياة الجابري، اللي هو انتقاله من القرية لمدينة أم درمان. أم درمان الوقت ذا كانت هي كأنها العاصمة الثقافية، فيها المفكرين والشعراء وفيها مدارس برضو فنية وعمالقة في الوقت ذاك. نعم والله فعلا. هو يعني شوفي يا أستاذة يسراء، لما تكون الموهبة قوية يعني ممكن أنت طوال تكون في الصفوف الأولى، فلك أن تتصوري أنه زي ما أنت يعني تفضلتي أنه هو جاي من قرية من غرى شرق الجزيرة. أيوة. وغير الموهبة والعود ما عنده حاجة، ويجي القضارف، من القضارف برضو هو يافع شال عوده وجم درمان في وقت يعني الغنى كانوا فيه العمالقة، حسن عطية وعبد العزيز محمد داود وابراهيم عوض، ده كلهم قدامه، فقدر طوالي يلقى مكان في الصف الامامي. يعني انا انت ما سالتني من سيد الاسم، انا كنت من اعجابي الكبير به بسمعه وانا طالب في جامعه الخرطوم، الفت القصيده دي وشوفي يعني لانه هو اخذت فيها اللحن الجميل ده. الأغنية دي يعني شوفي لها كم سنة هسه وما زالوا الناس يرددوها. وما الأغنية دي برا عليها بعد إذنك، بعد بنشوفه هو كيف دخل وأجاز صوته وبعد ذاك بقى فنان، ونشوف بعد ذاك شكل التعامل معه. أي هو 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 لأنه يعني الزمن ذاك كانت يعني في لجان، لجنة النصوص ولجنة النصوص، لجنة النصوص والألحان كانت لجنة واحدة. أيوة. فيها كبار الشعراء وكبار الملحنين، وكانت تابعة للإذاعة السودانية. أحمد جابري يعني حكى لي لأنه هو والمغني شرحبيل أحمد مشوا ودخلوا للجنة، واللجنة قالت لهم بعد ما سمعتهم بسمع منك أغنية وبشوفوا اللحن وبشوفوا الكلمات. أيوة. لو كويسة بقول لك خلاص مجاز، وبعد ده ممكن تسجل للإذاعة. نعم. ما كانت في يعني نافذة للبث في السودان غير الإذاعة السودانية. فهو وشرحبيل الاثنين قالوا لهم أمشوا تعالوا بعد ثلاثة شهور، مشوا بعد ثلاثة شهور تاني قالوا لهم امشوا تعالوا بعد ثلاثة شهور، فقضوا زي تسعة شهور. كان السبب في انه يمشوا ويجوا شنو؟ السبب ما بقول لهم امشوا جودوا شوية. ايوه. يعني اللحن ده فارق حبة، الكلمات ما اخترتوها كويس كده. يعني حتى شرحبيل هو برضه، شرحبيل طار معروف يعني. نعم. فشرحبيل قال المرة الثالثة لما قالوا لهم امشوا، قام خرج من باب الإذاعة وقام في صخره كده كسر فيها العود وفات، وقال تاني ما بيجي. لكن تاني الجماعه اقنعوه قالوا له تعال. فلما نجوا للمره الرابعه اجازوهم. شوف الضوابط بتاعت الغنى كانت في الفتره دي كيف. لكن الضوابط دي هي طلعت الناس اللي عندهم حس عالي بالموسيقى وبالكلمات ومدارس يمكن ما تتكرر. اي صح صح. لكن الليله ما في لجان نصوص. الليله ما في لجان نصوص، وفي اكثر من 15 20 إذاعة تجارية وإذاعة كده. عشان كده نحن هسه الناس لما نقدم يقول لك والله الغنى الهابط والغنى الكده، الغنى الأصل ما عنده لجنة بتجيزه شعرا وشوف يعني صلاحيته. الغنى يا أستاذة إسراء لازم يكون يعني تهذيب للأنفس. صح. الغنى هسه عن نسرين دي وزمراوي لما يغنوا هسه أغنيتها دي هتخش البيوت وهتخش كده. الأغنية اللي ما طرائع الذوق العام وفيها الأدب وفيها، أنا شخصيا بفتكر أنه كلمات الأغاني دي مدارس بتعلم الناس الذوق وبتعلمهم الاحتذار وبتعلمهم الشكر وبتعلمهم السماح وبتعلمهم الأناغة. والفنانة هو زي زمراوي وزي الأستاذة واتزاتك، الناس بنشوفوا الإنسان أنيغ ولابس وكده. الفن ده بالمناسبة الناس بيعينوا له كلعب، لكن أنا شخصيا بفتكر أنه هو ما نوع من أنواع المدارس فقط التي تنصر على الناس.
معلش انا يعني طولت، لكن بدي فرصه اتكلم عن الفن وكده. اكيد احنا لما نتكلم عن الفن بالضروره بنتكلم عن عاطفه. نعم. والعاطفه زي ما انت بتعرف ما مربوطه عن الانسان، لانه الانسان اصله كله عواطف. نعم. رايك شنو نمشي في واحده من اجمل برضو الاغنيات للجابري، وان كانت كل اغنياته هي جميله وبتلامس وجدان الناس، نسمع بصوت فنان محمد زمراوي. نسمع شنو يا محمد؟ نسمع حكاية ملام. حكاية ملام. حكاية ملام. احنا بس ما دارين ملام ولا عتب ولا لوم. نسمع. نسمع. بس قبل ما تقول حكاية ملام. اتفضل. انا داري اعلق على حكاية ملام، هي طبعا من كلمات زميلنا وصديقنا واخونا الشاعر الصادق الياس. نعم. وعندها قصة يعني مؤثرة جدا جدا. انه يعني احمد جابري كان عنده ارتباط وثيق جدا جدا بوالدته. صح. ووالدته كانت عايشة معه، ونحن بنمشي له في المسال ما بنلقى معه والدته ومعه شخص ثاني بيخدمون وكده يعني. فارتباطه شديد جدا جدا بوالدته، فيبدو أنه زي مشى للسهرة، والكلام ده أنا قوله الصادق الياس شاعر الأغنية، ولما رجع لقى والدته متوفية وأثر فيه جدا الموضوع. أثرت فيه جدا جدا. فقام الصادق صادق الياس كتب له حكاية ملام دي يعني. فعشان كده أسا أنا قبل يعني كنت داير زمراوي يغنيها، لأن كلماتها الحمد لله اللي سيته قلت له غنيها، لأنه يعني كلماتها معبرة جدا جدا، وهو بغنيها برنة بتاع الحزن الشديدة، زمراوي ذاته بغنيها بذات الحزن يعني. نسمع بصوت زمراوي. نعم. Oh.
للأسف. حكايتي مع الملام قالت، حكايتي مع الملام قالت، حكايتي مع الملام قالت وعيدة ودي ما أتأسف. لقيت محبوب علي مكتوب، لقيت محبوب علي مكتوب، لقيت محبوب علي مكتوب وأقش في دمعي ما أتجفف. لقيت محبوب علي مكتوب، لقيت محبوب علي مكتوب، لقيت محبوب علي مكتوب وأقش في دمعي ما أتجفف. يا غيمة ترمى الكل وفر البسمة زي الكل، تهل البهجة فوق الطل وكون نوال جزيل صبري، جزيل صبري، جزيل صبري، جزيل صبري، جزيل صبري، جزيل صبري.
شكرا زمراوي. نحن بنلاحظ انه كانه ما في مدرسه، يعني زول لو سمعها بس بحس انه فعلا الجابري حي يرزق وبيغني. شكرا على الاداء الاكثر من مميز ورائع. انت ونسرين اللي حتسمعونا عدد كبير من الاغنيات. لا انا اعلق برضو على زمراوي في جملتين. زمراوي ده من اوائل الناس اللي احبوا مدرسه الجابر الغنائيه، وهو طبعا من اولادنا من منطقتنا، يعني من مدني من الجزيره. واسح هو بيمشي الجزيره وبيجي الخرطوم، ارض الابداع. ارض الابداع، الظروف بتاعت الفن بتخليه مره هناك ومره هنا وكذا. فانا سمعت زمراوي قبل فتره من اوائل الناس اللي غنوا اغاني الجابري، وما بغنيها بتقليد الجابري. أيوه. لكن بغنيها زي استاذ نسرين ما غنت الاغنيه بتاع سيدي الاسم بالطريقه بتاعته يعني. فزمراوي المغني الوحيد الذي يغني بكل جسمه وبكل اعضائه وبكل مسامه، ولا يستطيع يعني اسعى الليله تجبرتيه وهو قاعد وبغني، لكنه بحب يكون واقف وبغني، لانه يعني هو استعراضي اكثر من انه مغني. عشان كده في الحفلات او في المناسبات من القاو دائما هو بيمتلك المسرح بحركته عليه. لما اكون واقف بلقى التنفس اكثر. نعم بتنفس، لانه في مساحات بكون فاقدها. لكن بتتحرك في جلستنا دي الليله. افقدتك ما افقدتك اي شيء على فكره، يعني من ادائك الجميل والمميز. يعني والله بيكم انتوا يعني. طيب في حاجه برضو يعني تابعناها من خلال الاغنيه اللي هو التلحين، وانت تطرقت للنقطه دي ومرينا عليها عرضا، نرجع لها مره ثانيه. القدره العاليه على التلحين من غير ما يكون في لحن يشبه لحن، ونحن بنلاحظ انه في اتساق عجيب ما بين المفرده وما بين اللحن، كانه ما اللحن ده مفصل على المفرده عند استاذنا الراحل. والله انا اقول لك كلام يا استاذه اسراء، ده سؤال جميل جدا جدا، والسؤال ده بيوري انك انت برضك يعني بخلاف انك مذيعه بتفهمي في الفن. شكرا. يعني بصراحه شديده انا بتذوق اكيد الفن. انا بقول لك الكلام ده بصراحه ليه؟ لانه انا الفنان احمد الجابري، وكنت كثيرا ما ازوره في بيته وكده، قال لي انا داير اتفرد. هو تفرد ما قاله، لكن قال لي انا داير حقي يكون براه. انا فهمت انه التفرد. فقال لي عشان ما اسمع اسيت، قلت كل اغنيه مختلفه عن الثانيه. قال لي انا عشان ما اتاثر باحد المغنين في فترته ذيك، طبعا الرادي قال لي والتلفزيون وديت اللي بيت الجيران، قلت لهم خلوهم معاكم. انا بمشي بلقاه بس هو قاعد وماسك العود وما داير اي مؤثرات. كان مرتبط يعني بالعود ارتباط كبير بشكل ما عادي. يعني لو سمع التلفزيون الزمن ذاك، هو ابراهيم عوض برضه مغني مشهور جدا جدا، يمكن قال لي يعني احاول اقلده. فعشان كده قال لي انا بعدت المؤثرات الاثنين، الرادي والتلفزيون، واصبحت الحن بدون ما تكون في مؤثرات. ايوه. فلك ان تتصوري انا من الزمن ذاك تعلمت منه انه انا ذاتي اتفرد في كتابه الشعر. اذا انت كتبت قصيده تابحت فيها ولا باريت فيها واحد الشاعر قبالك، القصيده ما حيكون عندها شهره ولا حتكون معروفه، لانه انت استعملت الاخيله والصور واستعملت كل شيء اتقالت قبل كده. لكن عشان كده انا لما قولي، وانا ما داري اتكلم عن نفسي كثير، لما قولي انا في العيون ببني له دارين من موده، دي جبتها من وين؟ التعبير اللي احنا ما سمعناه. قلت لهم والله جبتها من تعليق قالوا لي احمد جابر يوم من الايام، انه كل ذول يسوي حقه برا ما يتابع ذول. شفت كيف؟ فابتديت حتى في قصائدي كلها لابد اني القى حاجه تلفت انظار الناس. عشان كده كانت سيدة الاسم، وكانت اسي فيك انا شن اسو، حنرجع لها لكن بعد ما نسمع. نسرين يا نسرين، يعني صوت البنات يعني طبقته أقل من الصوت الباص، يعني بطبيعة المرأة أو النساء. يعني كونك تغني الأغنيات الصعبة دي برضو داير تدريب وداير مهارات صعبة، يعني إحنا شفنا إنه كيف أنت جودتي أصعب الأغنيات برضو. يعني والله أنت لما تتكلم عن الجابري معناته بتتكلم عن الإحساس أكثر من أي حاجة ثانية. يعني أنا يمكن بحس أغنيات الجابري أكثر من التفاصيل اللي أنت قلتيها دي كلها. أي أغنية عندي يعني بغض النظر عن أستاذنا أحمد الجابري، يعني أي أغنية أنا بتناولها حتى لو كانت كبيرة لو كانت خفيفة لو كانت
عنصر الإحساس عندي والشجن نمرة واحد، يعني لازم أحس الأغنية بعدين أقدر، يعني عشان أقدر أقدمها للناس أحسها أنا أول عشان الناس تقدر تتذوقها مني. فأنا بشوف إنه الإحساس يعني عامل، أيوه عامل مهم جدا في اختيار كل الأغاني، لازم يكون في إحساس. وبعدين أستاذ الجابري ما شاء الله يعني كل الأغاني مصحوبة بإحساس كبير جدا جدا يعني، وإحساسه هو كونه إنه هو يلحن أكيد الكلمات طبعا بيكون ما في شك كلمات كبيرة وكلمات فخمة، فلما يضيف عليها إحساسه أنا بفتكر إنه أي فنان بيلحن حاجته بيكون حسبها أكتر أكتر. فنحن والله وصلنا إحساس بإحساسنا. طيب حضرين إنك توصلين حاجة بإحساسك لأستاذنا الجابري، تسمعين إيش؟ والله نسمع البلوم لأستاذنا الرائع لو التحية إسحاق الحلنقي. نعم نوجه له التحية من هنا وإن شاء الله أكيد حتعجبنا. تفضلي. Thank you.
لما نشوف يعني الشباب زي نسرين وزي محمد بيغنوا الاغنيات الكبيره بالجوده العاليه دي بنحس انه نحن لسه وسطنا الفني فيه وعدد كبير جدا من المبدعين وماشيين في نفس الاتجاه وفي ذات النسق. نرجع لسيد الاسم. وسيد الاسم يعني بين ضفرين كده هي واحده من اكبر الاغنيات على الساحه السودانيه. وقدمت قبيل قلنا انه الجابري بشكل او باخر للجمهور. كيف الاغنيه بعد ما انت كتبتها وصلت للراحل المقيم؟ والله يا استاذ اسراء انا كنت طبعا زي ما وريتك قلت لك معجب جدا جدا باحمد الجابري. المنافسه كانت كبيره جدا جدا يعني في عثمان حسين، في محمد وردي، في عبد العزيز محمد داوود، في ابراهيم عوض في الفتره ديك. وانا كنت طالب في جامعه الخرطوم وهي يعني بكتب. قبلها حمد الريع غنى لي اغنيه برضه لقى الزيوع وشهره اللي هي تايه القصل، امانه عليك يا تايه القصل. فلما شعرت بانه انا يعني قالوا بيغنوا لي الناس المعروفين الكبار وكذا فقمت كتبت سيد الاسم ونشرتها في الجريده وكتبت عليها مهداه الى الفنان الرائع المبدع احمد الجابري. انا قلت انا وحظي لو وقعت في يده فقامت وقعت في يده او وقعت في يد شخص وقال له يا اخي في قصيده مهداه لك وكذا. فلما قراها سعد بها جدا جدا. الكلام ده قالوا لي هو ما قاعد يطلع كثير من ام درمان فقام جاني في جامعه الخرطوم وكاسي وكذا وقلت له يا اخي استاذ احمد جابري ده دايرك. وذكر في قهوه النشاط في جامعه الخرطوم فجيت سلمت عليه بفرح شديد يعني انه جاني احمد الجابري وكذا. فقام قال لي يا اخي القصيده وصلتني وانا بديت الحن فيها ودايرك تجيني في البيت عشان تجلس معي في الجلسات بتاعت التلحين. زمان كانوا بيقولوا كده عشان لو في بيت ولا في حاجه البروفه يعني البروفه. سالته من البيت وصفوا لي فهكذا يعني طلعت هذه الاغنيه. لكن انا ده ارجع للطريقه اللي غنت بها بنتنا نسرين نعم البالون في فرعه غنى. ايوه انا بصراحه شديده يعني استاذ نسرين دي بتنبأ لها بانها حتكون فنانه يعني في الصف الاول خالص لانه يعني تطريب غريب جدا جدا خصوصا في المقطع اللي قالت فيه الغمامه حالات رحيله فوق روابين الجميله يا سلام يعني بتقولها بطريقه فيها تطريب كبير جدا جدا. لكن انا ما داير كنت بس للتقليد. نحن الشعراء مستعدين جدا جدا لسه بنكتب يعني اسف في برنامجنا على غناوي حكاوي ده ممكن نعمل توأمة فنية كده بين الشعراء انت تدي القصيدة او اي جداً. قصيدة انت تختارها للاستاذة نسرين وتغنيها في مقبل الايام جدا والله بس تخصونا بها في غناوي وحكاوي نكون نحن اول من يستمع لها ويتابعها على شاشة قناة جدا والله يا استاذ اسراء ده برنامج جميل جدا جدا وان شاء الله يعني من هناك بدا التعاون. طيب بدا التعاون بعد ذاك وبعدين يعني بصراحة شديدة مرة احنا جالسين معاه انا ومعي ثلاثة اربعة من الشعراء من ابناء جيلي وهو ماسك العود ويعني كنا نحن مستغرقين في ونسه وبتاعه كده وهو ماسك العود بيغاد وقاعد في كرسي عنده حوش صغير كده جميل احنا قاعدين في اسرة كده وهو يعني قاعد في الكرسي فقام طوالي انا في العيون ببني له دارين يعني دخل في الحتة دي كده فدهشنا حتى يعني صمتنا كده. فانا قمت قلت له يا استاذ انت تميتها؟ قال لي لا ما تميتها. قلت لك لما وصلت انا في العيون قال لي انا ما ببدا القصيده من الاول. قال لي ببدا من التحت ببدا من النص ببدا والله بتذكرها لحد الليله. فكان رجل لطيف وكان رجل ودود وكان رجل مرح وبعدين يعني كان بيبني في بيته في ام درمان. بعدين اهو الدخل من الحفلات ومن كده وبتاع فمره قال لي يا اخي عليك الله انت البنيان اللي في العيون ده سهل كده اقدر ابني لك بيت كده بعدين اقدر ابني لك بيت. طيب ده برضه بيقودنا لحاجه مهمه. التلحين مربوط بآلة العود وارتباطه بها الكبير فبرضه كلمنا عن الاتجاه ده ارتباطه الكبير بآلة العود. نعم هو عازف عود ماهر بشكل ما عادي. أنا مرة في قصيدة أنا يعني شاركتها في كتابتها والزمن ذاك نحن ما يعني لو
الشاعر الفلاني ساهم فيها هنا وقال داير كتابه اسمه، نقول له خلاص. المهم قام ماسك العود وبقول ما داير زول يعرفها، حبيب تلبس طلطفه ما داير زول يعرفها، ما داير زول يعرفها دي قام قالها بخمس مرات مختلفات. فقمت انا قلت له يا استاذ انت لاحظت انك قلتها بخمس مرات مختلفه؟ قال لي اقول لك بعشرة مرات مختلفات، كل واحده مختلفه عن الثانيه. انت زمراوي وانت ذاتك عارفين الاغنيه محبوب تلبس طلطفه ما داير ما داير زول يعرفها، قال لي بعشرة ما داير دي قال بعشرة يعني بعشرة الوان من الصوت، الوان من الصوت مختلفه، عشرة الوان من الصوت مختلفه. فدي زي ما انت قلتي ارتباطه بالعود وبالتلحين خلى امكانياته كبيره. بس هو مدرسته زي ما قلت لك انا مدرسه فريده، يعني غناه ما بيشبه غنى الاخرين اصلا، وما شال من الاخرين يعني استفاد في تلحين اغنيه واستفاد من البيت اللي هي كانت مربوطه بالخلاوي وبالقران وكده. يعني نرجع لزمراوي نسمع شنو من الاغنيات. نسمع هو جريح، هو جريح، هو جريح هذه يا زمن اللي نحن هي بنقول لها هات يا زمن اللي اسمها. ايوه طب اسمها هو جريح، لكن نحن دائما هات يا زمن بتدينا المعنى الاكبر. تفضل. يا زمن هات 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 يا زمن جيب كل أحزانك تعال جيب المحن هات يا زمن هات يا زمن هات يا زمن هات يا زمن جيب كل أحزانك تعال جيب المحن هات يا زمن هات يا زمن قول يا ذوق قول يا ذوق قدر يا ربيع الشجر هات يا زمن هات يا زمن قول يا ذوق قول يا ذوق قول يا ذوق قدر يا ربيع الشجر هات يا زمن هات يا زمن جرعني كاس جرعني كاس للوعة من آلامي المحبوب خلاص جرعني كاس جرعني كاس للوعة من آلامي المحبوب خلاص خلاني ليك الليل خلاني ليك الليل راح خلاني ليك الليل راح خلوا في قلبي الحسرة والشوق والجراح خلوا في قلبي الحسرة والشوق والجراح خلى النوى خلى النوى خلاني شمعة وحيدة في هوج الرياح خلاني شمعة وحيدة في هوج الرياح خلاني شمعة وحيدة في هوج الرياح خلاني لك أنا يا زمن خلاني لك راح يا زمن خلاني لك أنا يا زمن وخلى الشجر
وخلى الشجن وخلى الشجن. وعذابي
والظنون وأعدامي والصمت المثير. Thank you.
الرائعة في جنة استراح. هات يا زمن، هات يا زمن، هات يا
هات يا زمن هات يا زمن هات يا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في غناوي وحكاوي. نرجع نتواصل معكم بصحبة ضيوفنا اللي داخل الاستوديو. سمعنا هوجة الرياح وهي أغنية صعبة لكن ممزوجة بالشجن والألم اللي كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل. برضو واحدة من الحاجات المختلفة حب للأغنيات المصرية بالرغم من اختلاف السلم، كان بيغني لأم كلثوم وفريد وغيرهم، فالحاجة دي برضو عندها مدلولات إنه هو بيقدر يطور صوته وكل إمكانياته في اختزال حاجات معينة حتى لو كانت المدارس الفنية مختلفة. نعم، هو يعني هم زمان معظم المغنين اللي كانوا في 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 الفترة دي، يعني هو أحمد جابري جاء تقريبا بدل الغنى في أواخر حقبة الخمسينيات. نعم، من القرن الماضي كلهم كانوا بحبوا، كانت السينمات في الخرطوم وفي مدرمان كثيرة، وبعدين كانت معظم الأفلام بتجي هنا، الأفلام معظمها مصرية ودائما فيها، تعرف الأفلام المصرية فيها الغناء. أيوة. عبد الحليم حافظ وما بعرف أحمد محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش، عندهم كانت مقدرة عجيبة جدا جدا المغنين ديل، ومن ضمنهم أحمد جابري في أنه من السينما يحفظ، بيخش ثلاثة أربعة مرات بيكرر الفيلم، بيشتغل ثلاثة أربعة مرات، فبيجي طوالي يعزف شرقي ويعني يعزف له أغنية لفريد الأطرش. أحمد جابري بدأ الصورة دي، يعني شوف المقدرة، يعني مرق من السلم الخماسي اللي هو ده بتاع يعني أهل السودان، ابتدى إلى السباعي وأجاد فيه، بعد ذاك حاول محاولة ذكية وقوية جدا جدا أنه يخرج بالموسيقى بتاعتنا برا السودان، لكن ما حب أنه يعني يعمله كلها سباعي، فبقت في أي أغنية تلقي عنده كوبليه بتاع عشرة بلدي. أيوة فعلا صح، زي في بدون رسائل موجودة. زي بدون رسائل وزي في سيدة الليسن بالمناسبة، أنا قبل ما علقت على الأداء الرهيب بديع جدا جدا بتاع بنتنا نسرية الهندي دي، غنت سيدة الليسن بصورة جميلة جدا. تسلم. أنا طبعا ما أول مرة أسمعها لأنه سمعتها في برنامج أغاني وأغاني، في برنامج أغاني وأغاني، وبرضو كنت قاعد يعني في في, في الحلقة، الله يخليك، فأعجبت ودهشت جدا جدا بأنه هي غنتها، مما جعل سيد الاسم برضو يعني شباب. نحن نقول إنه سيد الاسم يعني واحدة من أيقونات الأغنيات السودانية. بالمناسبة الأغنية اللي تغنيتها قبل شوية غنيتها بصوره جميله جدا جدا، هوجة الرياح هات يا زمن، غنيتها هات يا زمن، هي لمصطفى عبد الرحيم. مصطفى عبد الرحيم وهو شاعر يعني رحل يعني والله في مقتبل العمر، وعنده اغاني برضه مشهوره، عنده اغنيتين بغنيها ابراهيم عوض، وعنده اغنيه شهيره جدا جدا بغنيها الفنان زيدان ابراهيم، ويعني الكلمات جميله وانت غنيتها بصوره جميله، يعني عشان اي حاجه تقولوها نعلق يعني. اجمل ما دواعي سرورنا وشرف لنا يعني استاذ كامل. اي والرياح دي من الاغاني الجميله اللي كتبها استاذ عبد الرحيم، من اجمل اغانيه. صح من اجمل. الصادق الياس وحكايه ملام. نعم حكايه ملام الصادق الياس. نسمع ان شاء الله. عندي شغل نيلنا والأهل والطيبة أجرف وعلوبيا أجرف وعلوبيا باقي ذكرى حبيب غشت الصفصاف
الشتاء الصفصار القايمة عاملة زريبة اللي بيغطي الجيب واللي بيغطي الجيب فوق روعة عجيب بكت على السماء.
تعمل ايه معانا بعد ما بدلتنا؟ ما نسيناك نسيناك، جاي تعمل ايه معانا بعد ما بدلتنا؟ ما سقيناك سقيناك احلى ما في عمرنا، ما سقيناك سقيناك لما في عمرنا من عواطف وما لقينا. ما نسيناك نسيناك، جاي تعمل ايه معانا بعد ما بدلتنا؟ ما نسيناك نسيناك، جاي تعمل ايه معانا بعد ما بدلتنا؟ ما سقيناك سقيناك احلى ما في عمرنا، ما سقيناك سقيناك احلى ما في عمرنا من عواطف وما لقينا. ويعيش في شك وأقدر مين يقينه، الرهيب قلبه وبعيش في شك وأقدر مين يقينه، يستبيه نظرة جارحة تحترق في الحب سنينه، قلبه عايش في العيون شاربة من حبه وحنينه، قلبه عايش في العيون حتى إنه إنسان يسعد قلبا يعينه. جاي تعمل إيه؟ ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه العذاب اللي هو فيه، ليه تزيد على مؤثر؟ ما كفاه ما كفاه ما كفاه العذاب اللي هو فيه، ليه تزيد على مؤثر؟ الفرقة في قلبه الأليم من حبه أكبر. جاي تعمل إيه؟
عابر لك ذنوبك سيب وبس تنشف جراح. الحنين العاش لحبك الحنين العاش لحبك الحنين العاش لحبك انت تسخر من نواه. تسخر من شكرا لكم وشكرا لكل السادة المشاهدين اللي كانوا متابعين معنا حلقتنا لليوم، ونحن بنوثق لواحدة من المدارس الفنية الكبيرة في خارطة الأغنيات السودانية الراحل المقيم أحمد الجابري له الرحمة. نتمنى أنه من خلال الحلقة نكون قدمنا ولو إضاءات في تجربة من التجارب الكبيرة. شكرا أستاذنا كامل عبد الماجد. ونحن قبل ما نمشي وما بعيد عن الإبداع نحن دارين نسمع قصيدة، يعني ما ممكن تكون موجود معنا وما نسمع منك أي حاجة. والله أنا شايفك أنت بقول أنا داخل قلت لك أبيات كده من قصيدة أنا برضو أسي فيك أنا شن أسو لأنه ما لقيت حظة من الانتشار وحتى من التغني يعني. أي ممكن يعني أنا أقول لك منها مقطع لأنه شايف زي وقتك شارب على النهاية. اتفضل. فبقول فيها أسي فيك أنا شن أسو يا سلام لو شفتك أبدر وهل تفيد يا ريت لو يا تغيما حاطة منه ويا تمخمل ويا تجو والكواكب أهل زومة وانت مالي الدنيا ضو علم الغص للنداوة ومن طراوتك هششي وعلم البان التسني والتمايل وتهشي وعلم الطاووس يعدل في اغتيال وفي مشي الجمال لما يتي كله للوراق ما ستشي وقلبي تاهي ومن عرفتك اللي تو ما تفتش يا سلام النسيم لو مر جنبك بأريجك عطري
وخلي منك لينا يوصل اوعى يرجع حذري والورد من فضنا داك هدي برضو تذكري عمري ليك انا واهب كله هاتي بسمة واشتري ولو ودر في دربك انت يعني متودري الحرير شافك تحير صد زعلان حنسي انت انا عم منه ملبس الا جاملي وقلبسي وطيفي لو جاك في الاماسي هتهديه ونسي احكي ليه وقولي ليه وخلي عندك احبسي وسيبي من انفاسك انهل وبودادك حسسي يوم تدخلي على المحافل الحضور بالجهجه العيون تبراك جحافل وكل ذول بالتوهي القمر في ليل تمام بيشبهك ما بتشبهي والنجوم مشابه ليها خلي تنزل ليكي انضميها وزيني بيها جيدك النادي البي الفراش لو ركفاكرك زهرة اوعى تنبيه خلي يرشف من رحيقك ما رحيقك ما في ذول ما مشتهي يا جمال كلماتك ما بتشبه اي مدرسه شعريه مختلفه لامتلاكك فعلا لناصيه الابداع والمفرده شكرا استاذنا السياسي ونحن دارين نشكرك انا وزمراوي ونسرين لان نحن بنحب احمد الجابري اي والله والله بنحب المغنيين كلهم لكن هو بالذات احمد الجابري ده بنحبه بصوره مش لانه غنى لي ولا لانه ده بيردد غناه لانه نحن يعني مع اللحن الجميل العذب اللطيف وجدناه في المدرسه بتاعت احمد الجابري صحيح. فان تستضيفين الليله في برنامجك اللطيف ده نحن بنشكرك وانا عندي اضافه كده شكرا لكم لوجودكم معنا يعني اسراء لو ما احمد الجابري ده ما كان غني قول خلاني اغني بصراحه نعم قول حسسني واداني الذوق بتاع الفن خلاني اعرف الفن ذاته ودي محطه كبيره جدا انا يعني استحضرها في حياتي انه بديت باحمد الجابري من ثاني اساس بسمع احمد الجابري بحب امرق من المدرسه سريع جدا عشان امشي ادندن لاحمد الجابري اليوم انت فعلا يعني اديت باحساس عالي وبقدره عاليه على تجويد الاغنيات نحن بنلاحظ انه حتى النوتة الموسيقيه انت حافظ نحن بنشكركم مره ثانيه على وجودكم معنا نتشكر الفرقه الموسيقيه على قدرتها برضو العالية على تجويد النوتة الموسيقية صعب جدا نحن نسينا نشكرهم لأنهم صراحة ناس يعني أدوا أداء متميز في الأغاني الغنوها الشباب دل نشكركم مرة ثانية مميزين جدا بالمناسبة نشكركم مرة ثانية نشكر كل السادة المشاهدين الأسبوع الجاي أكيد مدرسة فنية مختلفة دائما على شاشة قناة الشروق عبر غناوي وحكاوي إلى اللقاء بيها يصبر شوية الوعد بيناتنا إنك كل يوم تكتب إلي الوعد بيناتنا إنك كل يوم تكتب إلي هل يجوز والغربة حالة هل يجوز والغربة حالة الخطاب تبخل علي والله بالخطاب تبخل علي انت بالخطاب تبخل علي ما في حتى رسالة واحدة رسالة واحدة فيها يصبر شوية فيها يصبر شوية الوعد بيناتنا إنك كل يوم تكتب إلي الوعد بيناتنا إنك كل يوم تكتب إلي الغربة حالة هل يجوز الغربة حالة
بالخطاب تفخر علي، والله بالخطاب تفخر علي، انت بالخطاب تفخر علي. قبل ما ودع وغالي، لما آخر مرة شفتك قبل ما ودع وغالي، كنت حاسس إني خايف إني متردد وحايف، حاسس إني خايف إني متردد وحايف، داير أصبر أمامك وداير أضحك وما لقاك، داير أصبر أمامك وداير أضحك وما لقاك. بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت ضيعت صبري شوي، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت ضيعت صبري شوي. صحت موعدنا الرسايل، صحت موعدنا الرسايل، صحت موعدنا الرسايل، وين رسايلك وين كتاباتك إلي، وين رسايلك وين كتاباتك إلي، وين رسايلك وين كتاباتك. يا حبيبي صرت بعدك يا حبيبي، يا حبيبي سر في بحر الزمن، صرت بعدك يا حبيبي، يا حبيبي صرت بعدك يا حبيبي، يا حبيبي سر في بحر الزمن، سر في بحر الزمن، تحتها بأنفس دمي، تعتل الآلام مواهبي، تحتها بأنفس دمي، وحشة ما بتعرف رسائل، وحشة ما بتعرف رسائل، وحشة ما بتعرف رزايل، أغرب عن أرض الوطن،
شمعة بتعرف رسايل غربة عن أرض الوطن. بس أمل وأنا ما حد بعيش، أمل وأنا ما حد بعيش، أمل واحد بعيش، أمل وأنا ما حد بعيش، وهو رسالة تصل إلي. بس أمل واحد بعيش، 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 لو رسالة تصل إلي. بس حرام تبخل علي، والله بس حرام تبخل علي، انت بس حرام تبخل علي، والله بس حرام تبخل علي، انت بس حرام تبخل علي، والله بس حرام تبخل علي، انت بس حرام تبخل علي، والله بس حرام تبخل، انت بس حرام تبخل، والله بس حرام تبخل. هات يا زمن